عسكرية قديمة مع سليم بوصفارة. خويا حاجتي بمحامي، تعرفش شكون؟ عندي محامي هايل باللي باش تكون مشكلتك نزاع، مشكلة إدارية، بيعة وشرية ولا طلاق، يفضلك. هو إفكاس، أما أسوامه كاسحين، تعرفش كيفاش؟ تي مش سمير ولد خالتي محامي والأقربون أولى بالمعروف، يقف معايا باش خير من قريبي، وزيد صعيب كان ياخذ عليا فلوس. سمير كيف باش يجي التليفون ويشوف اللي مكلمه ولد خالته اللي عنده عامين لسأل عليه، لا تفقده في عيد ولا هنه في فرح. أول حاجة باش يقولها إن شاء الله خير، هذا التليفون خبر مشو ولا قصدني على قضية. تبرى بركة ملي وليت محامي وين اشتر اللي نعمل فيه محسوب تطوعي. كان قعدت في قهوة كل مرة يهبط عليك واحد كي العقاب يقول لي أستاذ عندي إشكالية نحب نسألك حاجات، وين مازلت ما وافقتش وهو يبدأ في الحديث. أستاذ عندي قضية شغلية والتوى نستنى في الهبوط، ترتعسفي بعد 10 سنين تفيني في العمل. أستاذ نجمش نقص في حق النفقة، تتصورش مرتي القديمة تحب تزيد فيها، ولا اللي تغش في شريان كرهبة وطلعت راس حصان والآخر عمل عركة خنيفري طيحوا له سنة، يبدأ يحلي في فمه ويقول لي يستاهل ياخذ على الأقل 5 ملايين تعويض. وفما حتى اللي تسيب له كلبه في الشارع وعظم رعزوزة خليها بلاش مولاه. اتخيل يحبني نحدد قيمة التعويض وانا قاعد نعمل في قهوة. نمشي لدار الوالدة باش نطل عليها، غير يشوف كرهبتي واقفة يهجموا نساء الحي وهما عاملين فيها ما في بالهمش بيا. ما نجمش نحكي كلمتين مع امي وتدخل سعيده وبنت مفيده وكنت حياه وسهام مرت التيرزي والوالده تلعب دور المنسقه وتعمل لهم هي المقدمه وتفرض عليا باش نعطي اجوبه في وقتها. امي ساعات تحسسني اللي انا عراف ولا شيخ روحاني. برا حاول تفهمها اللي استشاره مش لعب، يلزم جمع معلومات وبحث وتدقيق. كيما الجمعه اللي فاتت هدت عليا كلثوم اللي تكسكس وتغسل في الفرارش والبطانيات، تجيني تقول لي حرفيا يا سمير مش ناوي عمل له شسمه توكيل، مشى باع الطبه بالسرقه وخلى الفلوس عند المراه، وتو المحامي متاعنا ما عادش حارس وما يجاوبش على التليفون وهو ماخذ 500 دينار كاملين، ايش نعمل؟ نشكيو بالناوي ولا بالمحامي؟ يقعدوا يغزروا لي هي وامي ساكتين، وامي تحل في عينيها انت امشي جاوبها ماك محامي، هذه هي قرايتك؟ قريت وبعد حرت تجاوب كلثوم. كاريا قديمة مع سليم بوصفارة.